السلام عليكم سنة أولى، ازيكم؟ عاملين ايه سنة أولى؟ بصوا حبايبي، النهاردة ميعادنا مع درس الجيم، وحرف الجيم هو حرف النون. طب تعالى نتعرف كده ونعرف مين أشكال حرف النون. بص معايا كده سنة أولى، ده بص له كذا شكل. طبعا كلنا عارفين إن حرف النون بيبقى له شكل في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وآخر الكلمة. طيب تعالى نشوف حرف النون اللي هو درسنا النهاردة، في أول الكلمة بيبقى شكله عامل إزاي. تعالى بص معايا كده سنة أولى، هتلاقي إن حرف النون في أول الكلمة عامل إزاي. لو بدأ في الكلمة هيبقى مادد إيده للحروف اللي إيه اللي هتيجي بعد كده في الكلمة. طيب تعالى كده نشوف لو حرف النون جاء في وسط الكلمة هيبقى شكله عامل إزاي. له شكلين يا سنة أولى، يا إما هيبقى بالشكل دوت، مادد ايده للحرف اللي قبله والحرف اللي بعده، يا اما ممكن يجي في وسط الكلمه وعامل بالشكل دوت، مش ماسك في اللي قبله بس ماسك في اللي ايه في اللي بعده. طيب تعالى كده معايا سنه اولى ونشوفه شكل حرف النون في اخر الكلمه. طيب ده هو ممكن يجي في اخر الكلمه بالشكل دوت، يكون مش شابك مع اللي قبله بالشكل اللي هو طبق زي الطبق كده حرف النون، يا اما ممكن يجي في اخر الكلمه عامل ازاي، مادد ايده مع اللي قبله. طبعا هو كده بيبقى عندي ايه، حرف النون اخر حاجه في الكلمه هيبقى عامل ايه بالشكل دوت، مادد ايده مع اللي قبله وحرف النون زي الطبق ايه زي ما انا متعود اكتب حرف النون. طيب تعالى كده النهارده نتعرف ونشوفه، لو جيت قلت لك كده انا عايز كلمات تبدا بحرف النون زي ما انا متعود مع كل حرف، انا متعود دايما اسالك واقول لك انا عايز كلمات تبدا بحرف النون. طب تعالى نشوف الكلمات اللي بتبدا بحرف النون في اولها حرف الايه، النون. اول كلمه معايا كلمه ايه، نجوم. كلمه ايه سنه اولى، نجوم. طب تعالى نشوف الكلمه اللي بعدها، كلمه نمر. نمر تبدا بحرف الايه، النون. طب ايه كلمات تانية تبدا بحرف النون يا سنه اولى، نسر. نسر نسر. وايه كمان، وكلمات نملة. نملة. يبقى عندي كلمات، اربع كلمات، وعندي طبعا كلمات كثيرة تانية، بس انا الكلمات اللي انا دلوقتي بديها نجوم، نمر، نسر، نملة. طيب انا عايز اعرف كلمات في وسطها حرف النون، حرف النون جاء في الوسط او جاء في النصف. طب تعالى نشوف زي ايه، كلمة مانجو. كلمة ايه سنة اولى، مانجو. حرف النون جاء فين، في الوسط او في المنتصف او في النصف. طب كلمه انف. انف حرف النون جاء في الوسط. كلمه عنب. عنب حرف النون جاء فين، في الوسط. طب تعال نشوف بقى زي ما انا متعود اخد الكلمات اللي في اخرها او تنتهي بحرف النون، زي كلمات ايه سنه اولى، زي كلمه ليمون. بص حرف النون جاء فين، في الاخر او في النهايه. طب كلمه زيتون، حرف النون جاء فين، في الاخر. فستان، حرف النون جاء فين، في النهايه او في الاخر. طيب زي ما انا متعود سنه اولى في كل حرف معايا انا عندي حركات قصيره. طب الحركه القصيره دي قلنا هي ايه، هي الفتحه والكسره والضمه والسكون، هي دي الحركات الايه القصيره. تعالى نتعرف على مين صاحب النون فتحة. ده أنا معايا كلمة نعامة. بص النون حركة قصيرة، النون هنا مفتوحة وحركة إيه قصيرة. عنب، النون هنا مفتوحة برضو وحركة قصيرة. نهر، النون هنا مفتوحة وحركة إيه قصيرة. طب مين صاحب السنة الأولى النون كسرة، أو الحركة التانية اللي معايا حركة قصيرة الكسرة. ده انا عندي في النون كسره، بص معايا، النسر. نسر. ارانب، عندي ايه كمان، ارانب. طيب مين صاحب معايا النون ضمه يا سنه اولى، انا عندي صاحب النون ضمه نسور. صاحب النون ضمه مين، نسور او نجوم. كل دي حركات ايه قصيره للنون ايه ضمه. طب تعال نشوف النون سكون، انا ما ينفعش انطق النون الساكنه او اي حرف ساكن الا وقبله ايه حرف تاني. تعال ننطق الكلمه الموجوده عندي دلوقتي، كلمه ايه، مهندس، انا وقفت وسكنت الايه النون. كلمه منزل،
وقفت وسكنت الايه حرف النون. طب زي ما انا متعود عندي دايما حركات كمان ايه في كل حرف، حركات طويلة، حركات ايه طويلة. ايه هي الحركات الطويلة سنة أولى؟ احنا عارفين ان الحركات الطويلة اللي هي ايه، المد، المد بالألف، المد بالياء، المد بالواو. واحنا عارفين برضو ان صاحب مد الألف الفتحة، الحرف اللي قبله يبقى ايه مفتوح. طب صاحب مد الياء الكسرة، الحرف اللي قبله يبقى مكسور. طب صاحب مد الواو الضمة، الحرف اللي قبله بيبقى مضموم. تعالى نتعرف معايا على أول حركة طويلة، وهي حركة الإيه؟ وهي هو المد بالألف وصاحبته مين أو حركته مين اللي بتبقى على الحرف اللي قبله الفتحة. ناه. طب تعالى نشوف بقى مين صاحب المد بالألف. نادر. كلمة إثنان. كلمة ناهد. سميتها حركة طويلة ليا سنة أولى لأن أنا بطول وبمد في الإيه؟ في الحركة عندي وفي الحرف. طيب تعالى نشوف الحركة اللي بعدها، الحركة الطويلة اللي بعدها. ني. بص أنا بمد وبطول إزاي فيها، لأن هي اسمها حركة طويلة، طالما فيها مد يبقى دي حركة طويلة، بمد وأطول فيها على قد ما بقدر. طب تعالى نشوف كده مين أصحاب النيه. منيرة. نيران. رنين. دي كلمات جاء في إيه؟ جاء فيها الحركة الطويلة الإيه؟ المد بالياء. تعالى نشوف اخر حاجه معايا واخر حركه معايا، المد بالواو. نو. طب زي كلمه ايه؟ نور. فنون. انا بطول وبمد في الحركه الطويله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.